التأثير الإيجابي على الناس من خلال فن الرسوم المتحركة هو حلم يوسف البقشي، الفنان الذي يمضي وقته لمحاكاة المجتمع عبر هذا الفن. ابتسام رمال والتقرير التالي. اختيار الأنيميشن شفته أنه كان يتمتع بجاذبية خاصة وكان مؤثر علي جدا وأنا صغير. اليوم حبيت أن أنا أصنع التأثير هذا. هو فنان من نوع آخر، فهو يتحدث بلغة الرسومات بطريقة مرئية، محاولاً إيصال فكرة يتبناها، وهو يستهلك وقته في سبيل خلق أحداث وصور. ولكن هل يستحق العناء؟ استهلاك الوقت فيه شيء أساسي، يعني لصناعة لقطة مثلاً مدة ثانية في الأنيميشن تساوي 24 فريم، 24 صورة أو 24 رسمة، فشوفوا إن الوقت وايد يروح بالأنيميشن. بس رغم كل هالمعاناة الواحد يسأل هل يستحق العناء، يعني أني أتعب كل هذا الجهد وهذا المجهود بس عشان المقطع الصغير هذا. بالنسبة لي أشوفه هو أكثر شيء أنا أحب أسويه وأكثر شيء أستمتع وأنا أقدمه. هو يتعامل مع الواقع والظروف التي تحيطه فيحيكها من خلال أطر شخصيات تخاطب الآخرين. يستهون لدرجة كبيرة أكيد، وهو مهرب من الواقع، هو نوع ما تعامل مع الواقع، هو عبارة عن رياكشن معين بالنسبة حق الأحداث اللي قاعد تصير. يوسف يسعى إلى صناعة حركة الأنيميشن وخلق الهوية الكويتية من خلال شخصياته. وبالنسبة لنا الوطن العربي للأسف قليل جدا، فأنا قاعد أسعى أن يعني أصنع حركة صناعة أنيميشن عندنا هنا بالكويت، دائما الكويت، وإن شاء الله يتوسع الموضوع أكثر. حاب أن نوصل لمرحلة نلقى هويتنا الخاصة. ولكن ما الذي يميز يوسف الذي حاول تعلم هذا الفن ودرب نفسه بنفسه من خلال الكتب والوسائل التكنولوجية في ظل غياب تدريس هذا الفن في البلاد؟ الحركة لازم تبدي منا احنا الحين الشباب اليوم، فاللي ما يقدر يحصل له وسيلة انه يروح يدرسه هذا لا يكون هذا نهاية حلمه. اذا كان يحب الشغلة هذه فيقدر يكون أو يسوي مثل اللي أنا سويته. أنا تعلمت بالوسائل المتوفرة، أي شيء كان ممكن أتعلم منه سواء من إنترنت أو كتب شريتها أو يعني ممكن ناس أقابلهم لهم خبرة في المجال، كنت أتعلم من كل الأطراف بس عشان أوصل حق اللي أنا أحب أسوي. أغلب الناس ممكن يقولوا حلمي الوصول العالمية أو حلمي أن أحقق في المطويل كذي، لا أنا يعني يمكن أكثر ما يهمني هو التأثير بصورة إيجابية. ويبقى حلم يوسف التأثير الإيجابي على الناس من خلال ما يطرحه. يوسف البقشي ترك بصمة في عالم الأنيميشن، ولكنه يتمنى الالتفات إلى هذا النوع من الفن في المجتمع. ابتسام رمال، الراي.